أحييكم مشاهدينا الكرام وبطل عليكم بحلقة جديدة من برنامج يا مندرة، هذه المرة من مدينة الثوار جنين وتحديدا من عرابة. يا مندرة نرجع للبلاد. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في لقائنا في برنامج يا مندرة مع العم أبو حلمي لنتحدث عن جنين وتحديدا عرابة مدينة الثوار. أهلا وسهلا فيك في برنامج يا مندرة. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. تسلم. اليوم إحنا يعني ضيوفك وبضيافتك، وإحنا وتلفزيون فلسطين على مائدة إفطار رمضاني ويوم رمضاني نقضي معاكم، نحكي عن العادات والتقاليد، نحكي عن علاقتك في البلاد، نحكي عن كيف ربيت الأولاد، كيف خليت تواصلهم وعلاقتهم مع البلاد إن كانت من خلال الزيارات أو العادات أو التقاليد. بداية شو بتخبرنا عن البلاد؟ أول شيء برحب فيكم، بيتكم صغير نورتوه وأهلا وسهلا فيكم. طبعا أنا يعني طلعت زمان بس التواصل موجود، حتى البعد اللي صار بس موجود. في زيارات كثيرة بس صلي تقريبا حوالي 20 سنة ما نزلت، إلا أنه في كل لحظة بتذكر فلسطين، بتذكر أجواءها، بتذكر ناسها، بتذكر العادات والتقاليد اللي موجودة في كل الأيام وبالذات بشهر رمضان. العادات الحلوة البسيطة اللي الاجتماعية اللي بتربط العلاقة الناس ببعضها، كيف لما كنا صغار، كيف لما كنا نصوم، كيف لما كنا نستنى مدفع رمضان الواحد يأخذ إشي هيك ويطلع على السطوح يسمع صوت المدفع يأكل وفرحان بهذا اليوم، فرحان بيوم الصيام اللي قضاه يوم كامل وهو صايم، وكنا لسه صغار يعني في هذيك الأيام. يعني مهما حكينا عن فلسطين ما بنوفيها حقها. فلسطين يعني هي أرض الثوار، أرض الحضارة، أرض العلم، أرض الفن. يعني أنا بتذكر ولما كبرنا وعينا على الدنيا أنه أم كلثوم لما بتغني مثلاً بتنزل على حيفا عشان نشوف قديش الناس بتتقبل هاي الأغنية ولا لا. يعني هذا برضو الذوق الفلسطيني. عبد الوهاب نفس الوضع، لما نزلت على حيفا أنا كزيارة مش مصدق حالي. يعني أنا يعني يعني زي اللي شايف الجنة على الأرض. هذا الحكي بتحكي فيه من 20 سنة طبعا. من 20 سنة. طب ليش بعد يعني من 20 سنة ما نزلت؟ شو المانع يعني؟ لا ما في مانع، بس انا الوحيد اللي ما معي لم شمل، يعني من شغلي شغلي وطبيعه عملي يعني مش كتير بكون متفرغ اني اقدر انزل واروح واجي. الاولاد معهم لم شمل فدائما بنزلوا على فلسطين وبشوفوا فلسطين واهل فلسطين وبقضوا وقت كتير. يعني مهم نحكي بقصة كيف رغم انه يعني من 20 سنة انت ما نزلت، بس اكيد لك اهل هناك، لك لك قرايب هناك طبعاً. الأولاد هون عندك اليوم مع عجلة هالزمن وهالحياة السريعة وهيك، كيف بتقبلوا منك الكلام عن فلسطين أو مش الكلام عن فلسطين، خلينا نقول بشكل تاني، كيف بتقبلوا أنه أنت لما بتيجي تتحدث بالحديث اللي أنت بتحكي فيه عن فلسطين وعن جنين معروفة أنه هي يعني مدينة الثوار طبعاً معروف أنه بتحكي لهم عن هذا الإشي، بتحسهم بتقبلوا، بتحسهم أنهم بحبوا يسمعوا، بتحس أنهم في بيئتهم جاهزة لسمع هاي القصة؟ يعني مش بحبوا يسمعوا، هم عايشين في هذا الجو. يعني هم بينزلوا كل سنة تقريبا بينزلوا على جنين. ممتاز. بيقضوا وقتهم في جنين وبيشوفوا أهل جنين، بيشوفوا طبيعة جنين، فكل شيء بدون ما أحكي أنا هم شايفينه ولامسينه. يعني هم متمسكين زي ما هم متمسكين في الأردن متمسكين بفلسطين، لأنه ما في فرق بين الأردن وبين فلسطين. يعني يعني زي ما بقول أنا هاي عيني أردن وهاي عيني فلسطين، هم نفس الوضع. بنزلوا بقضوا وقت وبرجعوا فرحانين، تلاقيهم مبسوطين، يعني مبسوطين جدا جدا جدا، بس بيتحسروا إنه لما برجع إنه ليش ما تكون هاي أرضنا، ليش تروح منا، ليش يكون في احتلال،
ليش ما يكون مظبوط في مقاومة؟ ليش ما يكون في حق يرجع لنا؟ هذا حسهم يعني كلهم، إذا كانوا أولادي أو بناتي. انا بعرف انه حتى اولادك اللي بالخارج اللي ما بيزوروا على الدوام فلسطين زي ما بيزور الاولاد اللي عندك هون، دائما بيشاركوا بالمسيرات، دائما بيشاركوا في انا عندي روان واولادها في اسبانيا بيشاركوا دائما. بيشاركوا وهم اطفال، يعني بتحسسي اولادها انهم فلسطينيه 100%، يعني اردنيه فلسطينيه اسبانيه، فكتير بتعطيهم هذا الشعور الوطني اتجاه فلسطين. يعني انا بحب اني اكون غارس فيهم هاي الروح، رغم زي ما حكينا ان هي مغروسه فيهم، لانه في منهم ولدانين بفلسطين، يعني اشي ولدان في عمان وإشي واشي ولدان فلسطين. بفلسطين. يعني أنا اللي بحب أسمعه دايما من يعني صاحب البيت، رب الأسرة، خلينا نقول، بحب أسمع كيف إنه بيغرس هذا الإشي في أولاده. أول إشي بسمع له بشوف هو وين بده ياخدنا في ذكرياته وعاداته وتقاليده وكيف حافظها وكيف. بعد هيك بحب يعني أروح إنه كيف بيغرس هذا الإشي في أولاده. يعني هذا بالنسبة لنا إشي مهم. يعني برنامج يا من درا هو زي ما أنت بتعرف، يعني يا من درا نرجع للبلاد. طبعا طبعا طبعا، الأساسي فيه إنه كيف إنه إحنا بنربي جيالنا وأولادنا، كان جيل أول وثاني وثالث. يعني أنت أولادك يعتبروا الجيل الثاني، خلينا نقول عندك الأحفاد اللي هم هلأ بإسبانيا مع بنتك، بيطلعوا المسيرات، قبل بنتك صاروا يطلعوا المسيرات، تعتبروا هاي أجيال الصغيرة. طبعا. يعني إحنا بنكون كتير مبسوطين لا. لما بتربوا بهاي البيئة وبهاي الطبيعة. شوفي أنا وجهة نظري، حتى لو إنه مش فلسطيني، يعني المفروض يكون مغروس في كل قلب واحد عربي القضية الفلسطينية. القضية أكيد. الفلسطينية قضية محورية ومهمة، مش للفلسطينية، مهمة لكل الشعوب العربية. هلا إذا الشعوب العربية تخلت عن القضية الفلسطينية، هذا شيء طبعا لا يمكن. فكيف لما بدي أكون أنا فلسطيني، كيف بدي أكون أنا متمسك بأرضي، متمسك في بيتي، متمسك في وطني؟ فهذا لازم بكون انا غارسه في 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 عقول واذهان اطفالي وهم صغار. فربيوا وترعرعوا وكبروا على الحكي اللي احنا عم نحكي فيه. يعني لما بنحكي عن ذكرياتنا بفلسطين، كيف الحياه، كيف الترابط الناس ببعضها، كيف مثلا خلينا نقول يعني جنيني كبيري، نسبيا كبيري، الناس ما بتعرف بعضها كلياتها. لكن مثلا في عرابي، عرابي القرية الأصلية، كتير بتحسي إنه حتى لو هذا عيلته عساف، هذا حمدان، هذا عبد الهادي، لكن بتحسي إنهم كلهم بيقربوا لبعض، كلهم بيعرفوا بعض. يعني في ترابط، في حب، في ألفة. يعني بالأفراح أو بالأحزان والأفراح بتلاقيه واقف معاكي بالضبط بالحالتين. نعم. فهي طبيعة بلادنا، وهي أكيد. طبيعة شعبنا اللي في الداخل. فكل ما كانت المكان أضيق، كل ما كان فيه ترابط أكثر. طبعا طبعا طبعا، كبرت البلاد، وحتى يمكن عرابي هلأ كبرت كتير وصار فيها شوارع وصار فيها نوادي رياضية وصالات أفراح، وبسمع أشياء كتير جميلة عن عرابي. يعني صارت مدينة مش قرية، بس برضو بيرجع الواحد لزمان، بتحس انه الجو الفلاح الاصيل. طبعا. وانت بتحب حتى لو انها ما كبرت او تمدنت، خلينا نقول تطورت، بتحب ترجع تلاقيها زي ما تركتها بكل الحالات. نعم. يعني حتى لما بروح بشوف زمان، بشوفش هلا. بالضبط طبعا. او تتخيلها فيه. زمان يعني يعني ممكن هلا على الكمبيوتر او على الانترنت، عفوا، يعني انك تفتح تلاقي عرابة هلا بالجديد، لكن بتقول انت بتتفرج عليها من زمان. على طول بترجع الذاكره واحنا صغار، وين كنا ساكنين، كيف بيتنا، كيف في منطقه اسمها الصيبات. الصيبات عباره عن مكان مسقوف، وفي بيوت على الناحيتين، وفي محلات تجاريه، دكاكين صغيره. كنا نكيف، كنا ننبسط، كنا نشوف يعني الصورة اللي غير طبيعية،
القديمة إن شاء الله نرجع إن للبلاد. شاء الله. يا رب يا رب يا إحنا رح نكمل حديثنا عن البلاد، عن تحديدا عن مدينة جنين وعن الذكريات مع العيلة بالكامل بعد الفطور. إن هلأ شاء الله بدنا ننتقل عند خالته أم حلمي لنشوف خالته اليوم شو حضرت لنا من أطباق. خليكم معنا، رجعناكم من جديد مشاهدينا الكرام بقلب المطبخ هون مع الخالة أم حلمي لنشوف شو حضرت لنا اليوم. أكلات كتيرة في على الغاز وفي في الفرن، بدنا نحكي معك. أهلا وسهلا فيك ببرنامج يا مندرة. خالتو أول إشي بدنا نتعرف على حضرتك، من وين بشكل سريع؟ أنا من جنين فلسطين من بيت رشيد. أهلا وسهلا فيك. ماشي، هلأ بدنا نحكي بصورة سريعة على الأكلات اليوم اللي أنت حضرتينا إياها، كلها بطبق فلسطينية طبعاً. طبعاً طبق فلسطيني بامتياز. إيش حضرتينا اليوم؟ لك طبق بامية، ملوخية، ورق عنب، دجاج محشي، السمبوسة والكبة. لو نرجع شوي لأكلات عرابة وجنين، يعني اكيد لها اكلات معينه، اكلات خاصه، اكلات يعني بتكون معروفه انها هي لجنين لعرابه يعني. في مثلا المقلوبه. المقلوبه كلهم بيطبخوا مقلوبه. اسمع، اهل جنين مشهورين فيها، تلاقيها كل مره بتلاقي طعم شكل. بصراحه البيوت اللي يعني صورنا معاهم كثير، العوائل، المطابخ اللي دخلت، تحسي انه طعم الاكل بكل بيت بكل مدينه شكل. صح ولا لا؟ شكل يعني طريقته يعني شكل. لو تاكلي مثلا ملوخيه من عند اهل من مصر، اكثر شيء يعني اذكى ملوخيه بتاكليها هي في مصر، مش عندنا يعني. طيب بالنسبه للكبه والسمبوسه بتعمليها في ايديكي انت ولا تجيبيها جاهزه ولا بايدك تعمليها؟ يعني بيكون افضل انه انت لها طريقتها الخاصه. انا ما عندي يعني بتستغربي انه انا ما بجيب ولا شيء. طيب لما كنتي تبلشت انك مع الوالده وخواتك اكيد او موجودين في البيت تحضروا سفره الافطار، شو كان اكثر شيء يلفت انتباهك تحضير سفره الافطار؟ تنبهك عليه والدتك مثلا انه اعملي هيك سوي هيك، شو بتتذكر؟ ايش اكثر شيء كان شو اسمه؟ هي كانت الفتوش والسمبوسه. انه احنا لانه هذا بده معوني. احنا كلياتنا البنات واحدة تعجن، واحدة تقطع، واحدة تلزق وتحشي وشو اسمه. يعني حاسستك بتحكي كأنه هذا الحكي مبارح تتذكري فيه. طبعا. تمام، هلا خلينا معناته نبلش نسكب هاي الدقايق صغيرة يعني تفصلنا عن الأذان، نسكب ونرتب السفرة. مشاهدينا الكرام دقائق تفصلنا عن الأذان، نبلش نحضر السفرة ونحضر الطاولة و نلتم على سفرة رمضان ورمضان كريم. مشاهدينا الكرام بعد ما تناولنا وجبة الإفطار، بالبداية بدنا نقول يسلموا إيديكي خالته أم حلمي على هالأكلات الزاكية. كانت السفرة مليانة ومنوعة ومختلفة وكلها من الطبق وريحة الطبق الفلسطيني. يسلموا إيديكي عن جد خالته. مشاهدينا الكرام احنا توقفنا قبل الإفطار بالحديث عن ذكريات البلاد، إن كان مع العم أبو حلمي أو خالة أم حلمي، الحديث عن البلاد ومن أي بلد وكيف طلعوا وكيف راحوا وإجوا والذكريات الحلوة. بدنا نرجع مرة تانية نستذكر مع عمه شوية ذكريات تانية عن البلاد. قلت آخر مرة زرت فيها البلاد كانت قبل 20 سنة تقريبا. هلأ رجعت مرة تانية هون، ما بعرف إذا رجعت على البلاد مرة تانية أو لا، أو كيف أنت بتتواصل اليوم مع البلاد إن كان من خلال عملك، إن كان من خلال أفكارك، من خلال تربية أولادك، برضو هذا بيهمنا كتير نعرفه. شوفي أنا يعني تقريبا شبه يومي في اتصال تلفونات، يعني بعرف شو أخبارهم في الضفة، كيف قرايبي، كيف الأهل، كيف الأصدقاء، مش حاسس إني مقطوع عنهم. يعني مدام في يعني التواصل السهل اللي صار بيننا وبين أي مكان في العالم، فممكن يشوفونا ونشوفهم كل يوم على التليفون. الصبح مثلا أم حلمي بتحكي مع أخوها، مع مرت أخوها، ما أنا بصبح عليهم بصبحوا علي، كأنه إحنا عايشين معهم. يعني ما في انقطاع تواصل. ما في تواصل كتير عظيم جدا جدا جدا. وبنفس الوقت طبعا أنا يعني زي ما حكى عمر إنه أكثر مني هو قربا للأرض
لأنه هو معاه لم شمل. أنا ما معي، أنا الوحيد بيناتهم ما معيش لم شمل. بيروح وبيجي ابنه؟ بيروح وبيجي في أي وقت، هو وأمه وخواته كلهم. يعني بكون غيران بس مش طالع في إيدي. برضو نرجع شوي نتذكر شوية أشياء، إنه كيف بتلاقي ذكرياتك اليوم اللي هي بالبلاد اللي تعلمتيها وإنت هناك، أو تعلمتيها من خلال والدتك من خلال كبار السن، كيف بتجسديها اليوم وبتغرزيها في أولادك؟ والله يعني بعرف إذا كانوا هم بياخدوها مني تلقائيا يعني لأنه كثير أنا بحكي عن فلسطين. يعني أنا عندي بنتي الكبيرة تعشق إيش اسم فلسطين، تعشقها، زرتها. هلا هي موجودة في إسبانيا باستمرار، فيش مظاهرة لفلسطين إلا بتطلعها، فيش إشي لفلسطين إلا بتروحه. كانت تشتغل مع شو اسمه مؤسسة معينة بيعرضوا أفلام، أفلام في أفلام فلسطينية. طبعا هي باستمرار فيش فيلم فلسطيني إلا بتروح. بتقدم في مدرسة أولادها عن أشياء فلسطينية، عن الحدوتة الفلسطينية تبعت زمان، إحديدون وبزيزون، عن الأشياء القديمة بتحكي لهم إياها، بتحكي لهم إياها، بترجمها بالإسباني وهم بكيف عليها. يعني هي بتكون مبسوطة لما بتأدي هذا الإشي أو بتقدمه. وبالنسبة لأولادها، بما أنه هي أكيد متزوجة وقاعدة هناك، في أولادها حتى أولادها بكونوا حاطين الحط الفلسطيني وطالعين على المظاهرة. تحبي دائما بتنتقلي من مدينه لمدينه بتتفرجي، ولا بس يعني ملتزمه انك تروحي على مدينتك مثلا على بيتك؟ على بيتك يعني ما بتتنقلي من مدينه لمدينه؟ طبعا نابلس، على رام الله مرتين كنت حاولت اني اروح على القدس، كان في شويه مشاكل ما حبدوا اني اروح لهناك. ورجعنا لك يا عمر، يعني جينا بدنا نسمع منك اليوم تفاصيل زيارتك لفلسطين، معك لم شمل وعم بتزور فلسطين، بتربي في عيلة كلها حب لفلسطين، أب وأم تلقائياً علموكم مدى معزة فلسطين وحب فلسطين طبعاً. بالإضافة طبعاً لزيارتك طبعاً. تحكي لنا شوي أنت يعني اللي بداخلك. كنا أنا وأمي دائماً، لأني أنا كنت معها لما الشمل تبعها، فكل نزلة على فلسطين لازم أنزل أنا وياها. طبعاً جنين جنين وما أحلى جنين مع أمي لما تروح أنت وياها على سوق الخضرة، فيش حدا هنا غير بيعرف شايف شو هنا بتكوني ماشي بالشارع جد الناس بتعرف. طيب غير جنين شو زرت مع أمك؟ رام الله. رام الله صير نابلس. نابلس كمان. كنت مبسوط يا عمر وانت بتزور البلاد؟ شوفي بالأردن بلدنا وجوز تربينا وعشنا فيها وشفنا كل تفاصيل حياتنا بلشت بالأردن، بس لما بترجعي على البلد الحقيقي المنشأ لأهلي ولناسي عن جد شعرت بإشي تاني، حسيت حالي في مكان مختلف. أنا هون بعتبر حالي أردني بس بفلسطين جد في شعور مختلف، يعني بحسدهم، بحسد الناس اللي عايشين هنا. يعني واضح أنت بتقول مع ماما مع أمي سوق الخضرة، يعني في تفاصيل، في تفاصيل يمكن تكون هي تفاصيل طبيعية، لكن لما أنت عم يعني بتتغزل بسوق الخضرة وجمالية سوق الخضرة، أزقة الشوارع، أزقة الأماكن، المناطق من منطقة لمنطقة، أو لما أنت بتكون بتتغزل بهالطريقة، في إشي كتير ممكن إنك تحكيه. إن شاء الله أنتوا اللي تحملوا دائما الرسالة من إنكم أنتوا والجيل اللي وراكم والجيل اللي وراكم، هذا إشي كتير بيسعدنا. هلأ إحنا برنامجنا يا من درة، دائما بنخلي اخر الحلقه صاحب البيت يقولنا كلمه يا من درة في جمله. يعني يا من درة انه البلاد ترجع والشعب الفلسطيني اللي مهجر في كل انحاء العالم يرجع ويشوفوا الايام السعيده والايام اللي فيها الخير زي ما كانوا عايشين في ايام الخير ايام زمان، وترجع لهم كل بهجتهم ويرجع لهم وطنهم اللي هو وطننا كلنا إن شاء الله. وإن شاء الله ما يشوفوا إلا كل السعادة في أرض فلسطين إن شاء الله. إن شاء الله. يا من درة. يا من درة. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج يا من درة من عرابة جنين. يا من درة نرجع للبلاد. يا
يا من درى يا دار ترجع أهاليك لأزينك يا دار وبالحنة أحنيك